إذا يعني طبعا شكرا لك محمد على هذا الطرح، ولكن دعنا نتناقش فيه معك ومع ضيفي أيضا سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكوتي. أهلا بك رائد، يعني لعلك تابعت هذا العرض اللي زميل محمد زيدان، ونريد أن يعني أولا أسألك عن توجهات البيتكوين، وأنت كيف ترى يعني ما يحدث حاليا من تغريدات إيلون ماسك التي أصبحت تحرك هذه العملة المشفرة بشكل كبير، ومن ناحية أخرى هل هناك حاليا خطورة من الناحية الفنية أو حتى من الناحية الأساسية للمستويات الحالية للبيتكوين يمكن أن تتراجع منها بشكل أكبر؟ يعني أعتقد الارتباط الذي نشهده بين تصريحات أشخاص مثل إيلون ماسك بما يتعلق بالبيتكوين العملات الرقمية يبتعد ويشد كثيرا عن القاعدة الديسنتراليز أو اللامركزية التي تنتهجها هذه العملات، بالتالي ذلك يظهر ضعف حقيقي بجاذبية هذه العملة بالنسبة للمستثمرين. المستثمرين إجمالا يبحثون عن المركزية، يبحثون عن الأخبار التي ترتبط بشكل مباشر والمحركات الأساسية التي من شأنها أن تحرك العملات. هذا ما حدث فعليا بالبيتكوين، موجة عزوف وبيع قوي على البيتكوين بنتيجة هذه التصريحات السلبية، ولكن مع العودة إلى حجم وضخامة الماركت كاب المرتبط بها أعتقد لا يزال المجال مفتوح. تفضل. طيب هل تعتقد يعني أو خليني أسأل محمد زيدان، هل تعتقد محمد زيدان أنه يعني هذه المستويات خطيرة أيضا، يعني البيتكوين كسر 40,000 إلى أين يمكن أن يفتح المجال إذا ما كسر 40,000؟ صحيح، من ناحية فنية مستوى 40,000 ممكن نسميه انفكشن بوينت أو منطقة التحول من اتجاه صاعد لاتجاه هابط على الأقل على المدى القصير. شايفين مستوى 40,000 مستوى مهم، فيما لو نجح البيتكوين ان هو يكسر مستوى 40,000 ما فيش اقرب من 32,500 اللي يكون مستوى مستهدف على الاقل من ناحيه فنيه بالنسبه للاسواق. واذا ما نجحت السوق اساسا تتخط كمان كسر 32,000 ممكن نشوف بعض الاسعار عن 29,000 28,000، ولكن بشكل عام كل ده هيتوقف على نفسيه المستثمرين عند هذه المستويات المحوريه ما بين ال 40,000 و 42,500. طيب اذهب اليك مره اخرى رائد، الان كنا نتحدث ايضا انه يتزامن مع تراجع البيتكوين ارتفاعات على الذهب، يعني ربما ليس لهما علاقة، ولكن هل ترى أن الذهب ربما في الفترة القادمة قد يأخذ المزيد من الزخم مع تزايد مخاوف التضخم؟ يعني هو ارتباطه الأكبر الذهب بالتضخم وبعوائد السندات الأمريكية بشكل خاص، لأنه نحن عم نتحدث عن ملاذ تأمين، عم نتحدث عن ملاذ من ارتفاع التضخم ووصوله إلى مستويات الهايبر انفليشن أو التضخم الجامح وخروجه عن السيطرة، وبالتالي ضرورة التدخل الفيدرالي الأمريكي. مع يعني عدم تدخل الفيدرالي الأمريكي في الوقت الحالي يعتبر الذهب ملاذا آمنا، لأنه في عندي في أي لحظة ممكن يدخل الفيدرالي الأمريكي بعملية إما التابرينج أو بعملية الحديث عن خفض أسعار الفائدة بموعد أقرب من عام 2023، ذلك من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على الاستثمارات وممكن أنه يضغط أيضا على الدولار الأمريكي. هل تعتقد أنه يمكن أن يحقق قمة فوق القمة السابقة فوق مستويات 2050 تقريبا أو 2020 دولار؟ بالمعطيات الحالية صعب جدا، لأنه نحن عم نلاحظ صعوبة جدا باختراق مستويات أقل أهمية من تلك التي كان يخترقها بسهولة في الآونة الأخيرة خصوصا خلال فترة كورونا. نجد صعوبة على الرغم من أنه الارتفاعات ولكنها خجولة نوعا ما ولا تطال مستويات 1900 دولار للأونصة. أنا أشكرك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكوتي، شكرا لك على هذه التحليلات.